يلا الآن تمارين حل التمارين. هنا يمكن أنا ما أسوي الحسابات صراحة لأنه راح تأخذ وقت طويل وعلى الفاضي، يعني هي فكرتها بسيطة الأسئلة. يلا سين صاد عين، إذا نروح أطول راسم سين صاد عين، هاي سين صاد عين، هاي سين فتحة صاد فتحة عين فتحة. يلا سين فتحة خمسة، إذا هاي خمسة، وعندي صاد فتحة أربعة، هاي أربعة، وقياس الزاوية سين، هياتها سين 64. بنقدر نطلع كل شيء، سهل جدا السؤال هذا. إذن هي راح تكون سين فتحة على جيب سين، يعني خمسة سين فتحة خمسة على جيب 64 يساوي صاد فتحة اجيبوا أربعة على جيب صاد يساوي عين فتحة اللي أنا برضو كمان بعرفهاش على جيب عين. شوف أنا جيب يعني لا صاد بعرفها ولا عين بعرفها، بس أنا بعرف خمسة على جيب 64. إذا أنا أول شيء خلنا نحسبها زي أنا ما بشتغل الطريقة اللي أنا بشتغل عليها، نمسح نقول خمسة تقسيم 64 أول شيء 64 جيب لي جيبها يساوي خمسة وستة بالعشرة. إذا ها ممكن نمسحها ونحط مكانها خمسة وستة بالعشرة، 5.6 بالعشرة. ممتاز. الآن لو أخذنا هذا التناسب اللي 5.6 بالعشرة ضرب جيب صاد يساوي 4، بيطلع لنا جيب صاد شو بيساوي؟ 4 على 5.6 بالعشرة. يلا نحسب 4 تقسيم 5.6 بالعشرة بيطلع معي هيك، بدنا نجيب الصاد هسه انفرس جيب بيطلع عندي، نعيدها خلينا نغلطنا، 4 تقسيم 5.6 من عشرة هذا الجواب طلع 71%. الآن شو بدي أجيب؟ بدي أجيب اللي هو جيب انفرس تاعها، طلعت 45.5، 45.6 من عشرة. إذا صاد تساوي اللي هي الزاوية صاد هاي تطلع 45.6 بالعشرة. خلص احنا بنقدر نطلع الزاوية عين، وبنقدر ايش كمان نسوي؟ نطلع عين فتحة عن طريق اللي هو نفس القياس. انا فكيت يعني الفكرة تبعتها، مدام فكيت الفكرة تبعتها اذا بحلها كلياتها بكل سهولة. يلا ننتقل على السؤال الثاني، ألف با جيم، هاي مرسوم برضو نفس الشيء، ألف با جيم على السريع. كويس، ألف فتحة 10، اذا هذه 10، وفي قياس زاوية 1030، هاي 30، خلاص هاي النسبة الموجودة. إذا 10 على جيب 30 هاي هي النسبة الأولى، بساوي قياس زاوية با 45، إذا هاي 45، إذا با فتحة، إذا با فتحة على جيب 45 ويساوي جيم فتحة على جيب، هاي بنقدر نحسبها، هون طلعت 75، 180 ناقص 75 من فيها 5، 55 دقيقة شوي غلطنا آسف، 105 هاي 10 ناقص 5 في 5 7 ناقص 7 صفر 105. إذا هاي 105 طلعت في الرسمة مش مضبوطة، إذا جيب 105 وعلى التناسب بنحلها. إذا هذا سؤال سهل جدا. الآن كيف نجيب مساحة المثلث؟ خلاص بنجيبه على قانون اللي هي نص في الضلع في الضلع في جيب الزاوية بينهم. إذا هذول أول سؤالين صاروا خالصين. الآن نجي نشوف السؤال الثالث، يقول يقع عمود بين نقطتين تبعدان 120 متر من النقطة الأولى. يقع عمود بين نقطتين تبعدان عن بعضهما 120 متر، يعني في عندي هنا خط أفقي وعندي نقطتين، البعد بين النقطتين 120 متر. كويس، يقع عمود بين نقطتين، في عمود هنا ما قال بالنص، هو غلط تحطه بالنص انت اصلا. كويس، البعد بينهما سمي الف وباء مثلا، سمي هاي دال، الف وباء بعيدت عن بعض 120. من النقطه الاولى وجد ان قياس زاويه ارتفاع العمود 15، اذا هاي راح تعطيك زاويه الارتفاع 15، هاي 15 سمي هاي جيم النقطه الفوق اللي هي راس العمود، ومن النقطه الثانيه زاويه ارتفاع العمود قديش؟ حكي لي اياها 50. يلا نعمل هون 50،
ممتاز. الآن لو جينا 15 درجة وهي 50 درجة، الآن إذا حسبت 15 زائد 50 ليش بيطلع عندي 65؟ 180 ناقص 65، 10 ناقص 5 فيها 5، 715. إذن هاي كلياتها راح تكون 115 جيب. لو طبقنا قانون الجيب، قانون الجيوب عفوا، اللي هو ايش راح يكون عندي، اللي هو اشي هاي طلعنا 115 صح، 115 نكتب عليها. اذا راح نقول هيك اللي هو 120 على جيب 115 شو بيساوي؟ بيساوي خلينا نسمي هاي الف فتحة وهاي باء فتحة. خلاص انتهى السؤال، بنحل اللي بدك اياه، بنطلع اللي بدك اياه، هذا عمود طبعا. يلا بيساوي باء فتحة على جيب الخمسين يساوي ألف فتحة على جيب الخمستاشر. انتهى السؤال، ضرب تبادل، بنطلع أي قياسات بدك إياها. حلو، هذا بنطلع ارتفاع العمود، بس نطلع باء فتحة أو ألف فتحة نقدر نستخدم فيثاغورس، أو اللي هو إنه الجيب هو المقابل على الوتر أو الجتا المجاور على الوتر، نطلع أي شيء بدك إياه من هذه القياسات. أتوقع حلينا سؤال سابقا زيه مطابق له تماما من الأمثلة. يلا نحل السؤال اللي بعده، سؤال أربعة. لنا سؤال ثلاث خلص، سؤال أربعة. بين أنه لا يمكن رسم مثلث سين صاد عين بحيث أن سين فتحة خمسة وصاد فتحة ثمانية وقياس الزاوية سين 43. ليش طيب لا يمكن؟ والله مبينات كويسات هذول القيم. والله حتى نشوف، خلنا نعمل هيك شكل كروكي إلو. هاي سين صاد عين، سين صاد عين. حلو، سين فتحة قديش؟ خمس، هاي خمس. صاد فتحة قديش؟ ثمانية. قياس الزاوية سين قديش؟ 43. هاي 43، ممتاز. طب ليش لا يمكن رسمه؟ هات تاجو، احنا سيات اللي بنقدر نجيبه ببساطة يعني اللي هو مثلا قياس الزاوية صاد، بنقدر نجيب كمان قياس الزاوية عين. يعني خلنا نجرب نحل المثلث ونشوف شو راح يعطيني تناقض. ايش راح نقول هنا؟ راح نقول خمسة على جيب 43 يساوي ثمانية على جيب الصاد. هيك راح يطلع معك صح ولا لا؟ صح. وثمانية على هاي. يلا الآن ايش راح يطلع معنا؟ خلينا نعمل الحسبة بالله. راح نضرب تبادلي، خمسة جيب صاد يساوي ثمانية ضرب جيب 43. بدنا جيب صاد لحالها، بنقسم على خمسة. إذن هون جيب صاد هون على خمسة. يلا هات تعال نشوف، راح نقول كما يلي، نمسح أول شيء، بدنا نجيب 43، بدنا نجيب جيبها كويس ونضربه في ثمانية ضرب ثمانية ونطلع الجواب، والجواب بدنا نقسمه على خمسة. قديش طلع الجواب؟ أها طلع معاي جيب صاد يساوي واحد فاصلة قديش؟ واحد فاصلة 9%. حلو؟ طبعا لو تيجي تقول له هون على الجواب اللي طلع، طلع كيف؟ هياته اعمل له انفرس جيب عشان نطلع صاد. شو انفاليد انبوت؟ على طول اعطاني انفاليد انبوت. ليش انفاليد انبوت؟ لانه مستحيل الجيب يطلع اكبر من واحد. شك تعلمنا؟ مستحيل الجيب يطلع أكبر من واحد. إذن الجيب والجتا محصورة بين سالب واحد وواحد، ممكن تسوي واحد، ممكن تسوي سالب واحد. إذن هاي كمان حلينا. شو بقول السؤال؟ جد قيمة سين في الشكل. وين هي سين؟ هاي. بدي أنا أطلع قيمة سين هاي في الشكل. طبعاً هذول خطين متقاطعين، هذول زاويتين متقابلتين بالرأس. إذا هذول متطابقتين أكيد. هذه الزاوية 90 درجة. ممتاز، هذه الزاوية 90 درجة، ما عندي ولا شيء ثاني. عندي 45 وعندي 24 طلع، وعندي هون 51. ممتاز. إذا أنا ممكن أستخدم هنا، لو سمينا هاي الزاوية رقم 1 وهاي الزاوية رقم 2 بس عشان يصير أسهل في التخاطب، هاي الزاوية رقم 3 وهاي الزاوية رقم 4. ممتاز، هذول يمكن يساعدونا الآن في الحسابات بكل سهولة. الآن لو جينا على الزاوية، احنا بنطلع بس قيمة سين صحيح، شو بدنا في الباقيات هذول؟ خلنا نشوف. نطلع على المثلث الفوق بالاول. جيب الزاوية واحد، جيب الزاوية واحد ايوه ايش بيساوي؟
بيساوي المقابل على الوتر. مثلا هذا صاد بيساوي صاد على 51. بس انا هون ما بعرف صاد، اذا هذا ما راح يفيدني، صار مجهولين لانه. طيب خلينا نفكر بشيء ثاني. طب ليش ما تطلع على جتا الزاويه واحد؟ شو بيساوي؟ بيساوي المجاور على الوتر، بيساوي 45 على 51. طب هو حلوه هيك، بطلع على قياس الزاويه واحد. كيف بدنا نسوي؟ يلا اول شيء بقسم 45 تقسيم 51، بيطلع معي هذه النسبة. اني بدي اجيب الان مين الزاوية اللي هاي جتاها، بروح اعمل شيفت انفرس ساين يساوي، لا عيد 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 مرة ثانية، 45 تقسيم 51 طلع هذا الجواب. عند اجيب الانفرس تاعه اللي هو 61.7، قول 62. يعني الزاوية واحد قياس زاوية واحد يساوي 65 درجة، معناته قياس زاوية اثنين كمان راح يكون برضو 65 درجة، إذا هي 65. أنا بدي سين، خلاص انتهى السؤال. بنقول إنه جيب ال 65 يساوي المقابل على الوتر، يساوي سين على 24. إذا 24 ضرب جيب 65 يساوي سين، وهو المطلوب. يلا نحسبها، اللي هي 65 بدك تجيب جيبها كويس، والجواب بدك تضربه في مين؟ في 24، بيطلع 21.7 أو 8.10، 21.8. هيك بيكون انحل السؤال بشكل كامل.